بسم الله. السيدة العذراء معجزة الهندسة الحيوية. مريم القرآن صوم ذو معاني، فتأمل صائما في رمضان. زكريا آل عمران دروس للتأني بصيامات الزمان. السيدة مريم معجزة الهندسة الحيوية. قد تكون المعجزة نسبا في مثل هذه الحالة التي اشتهرت بها حياة عذراء، أنجبت صبيا يشفي المرضى ويحيي الموتى. لمريم أب وأم شهيران، لكن الناس مثلها لهم آباء ولهم أمهات، لكن معجزة حياتها وما نتج عنها يجعلها فريدة ويمنح أهل الأرض تطلعات جديدة. أعطى الله مريم ابنة عمران وابنة حنة منزلة لمعجزة المتفردة في القرآن المجيد جامع الشرائع والبدائع. مريم في الكتاب المقدس مسلسل ذو حلقات، ومريم في القرآن الكريم مجنحة الذكريات، ومريم في آداب الدنيا وعلومها ملهمة المعجزات، ومريم في أحاديثنا الرمضانية لترسل بالحب البارقات. من بارقاتها ما أشارت إليه رباعية الافتتاح: مريم القرآن صوم ذو معاني للتأني بصيامات الزمان. من بارقاتها ما أشارت إليه رباعية الافتتاح، فبارقة شهر رمضان المريمية تلفت إلى صوم مريمي ذي معاني، وإلى صيام رمضاني للتأمل، وإلى دروس قصة زكريا في سورة آل عمران، وإلى منهج للتأني في صيامات الزمان. إشعاع البارقة الأول: الصوم ذو المعاني. في الآية 26 والتي قبلها من سورة مريم جمع مدهش بين الأمر بالأكل والشرب مع الإخبار بنذر الصوم للرحمن، فكيف تم ذلك ولماذا؟ الآيتان: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. سورة مريم شهيرة في القرآن، رقمها كعدد حروف البسملة المكررة مع السور، وآيتا الصوم المختارتان منها مصباح يوحد الصوم والإفطار، فكيف يفقه ذلك الصائمون؟ في معجم الألفاظ والأعلام القرآنية وحد بين الصيام والصوم كمصدرين لفعل صام يصوم، لكنه بالتمثيل فرق بين المصدرين. فمصدر الصيام جاء مكررا في آيات من سورة البقرة والنساء والمائدة والمجادلة، أما مصدر الصوم فلم يجئ إلا مرة واحدة، هي المرة العذراء في آية سورة مريم العذراء كما توصف في معجم الكتاب المقدس. صوم العذراء عن الكلام، صيام التعدد عن الطعام، صوم العذراء نذر امتناع عن التكلم مع الإنس، صيام الناس مكتوب على صائمي رمضان كسابقيهم، صوم العذراء إمساك عن الكلام، صيام الناس إمساك عن الشراب والطعام، صوم مريم القرآن ذو معان متفردة تؤكدها السيرة المريمية في الكتاب المقدس وفي القرآن الكريم. ففي آيات من سورة آل عمران
تدهش المتأملين سيرة حياة مريم منذ كانت جنينا في رحم أمها السيدة حنة امرأة عمران إلى أن أصبحت أما لصاحب المعجزات اللائقة بثمرة هذه الأم العذراء مريم. آيات آل عمران تجمل قصص اصطفاء الله لآدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه فصول من السيرة المريمية بالعبارة المجيدة عبارة القرآن. الفصل الأول فصل الاصطفاء، الفصل الثاني فصل النذر المحرر، الفصل الثالث فصل التسمية والإعاذة، الفصل الرابع فصل التقبل والتنشئة الحسنيين، الفصل الخامس فصل تكليف زكريا، الفصل السادس فصل المشاهدات الإعجازية. الرزق النازل من عند الله إلى مريم أدهش زكريا ودعاه لمساءلة هذه الفتاة المنذورة لربها، والإجابة الأكثر إدهاشا أثمرت ثمرا إعجازيا جديدا على مقاييس الإرادة العليا التي لا تقاس بالموازين المألوفة التقليدية، إنها بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، عبارة بارقة نفذت أشعة تأثيرها إلى إيمان زكريا النبي المتكفل، ومع صبره التمع عالم الإعجاز المريمي في خاطره، وهنالك استوهب ربه فاستجاب له سبحانه وكان يحيى. قصة زكريا متممة لقصة مريم، وقصة يحيى متممة لقصة عيسى. ومحور هذه القصص النذر المحرر الذي اسمه مريم، ولهذا كانت آلاف استلهامات الأشعار والأخبار حول شخصية هذه السيدة المصطفى المطهرة لتكون الأمة العذراء لوجيه مقرب في الدنيا والآخرة. إن 10 آيات من سورة آل عمران تختزن طاقة معجزة وإعجاز لا تنفدها آلاف المؤلفات. كيف تكلمت الملائكة مع مريم تسليكا وتبشيرا؟ كيف كلمها ربها وكيف كلمته؟ وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إن الصوم المريمي يفتح للتأمل أبواب معجزات الكرم الإلهي بغير حساب، وتلك معجزة هندسة حيوية. والسلام.